جود داي. تواصلت الانتفاضة الإيرانية في يومها 195 يوم الأربعاء، وشنت وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق مسيرات في الأيام الأخيرة، وبدأت في ترديد شعارات مناهضة للنظام في طهران ومدن أخرى، بما في ذلك مشهد وشيراز وشهر كرد وكاشان. وشملت الشعارات الموت لخامنئي تحية لرجوي، على العالم أن يعرف أن مسعود رجوي هو قائدنا، جيش التحرير الوطني الإيراني هو ردنا الأخير، الموت للظالم سواء كان الشاه أو المرشد خامنئي، سيتم الحصول على الحرية مع شعار نستطيع ويجب علينا، الديمقراطية والمساواة مع مريم رجوي، لا لنظام الشاه ولا لنظام الملالي، الديمقراطية والمساواة، الفقر الفساد غلاء الأسعار، سنقوم بإسقاط النظام. كما سار مقاتلو مجاهدي خلق في مدينة كاشان جنوب وسط إيران وهم يهتفون: نحن منظمة مجاهدي خلق ونقاتل ضد الملالي، الموت للظالم سواء كان الشاه أو المرشد خامنئي. وشهدت العديد من المدن الإيرانية تجمع المعلمين خارج إدارات التعليم المحلية احتجاجا على الظروف الاقتصادية السيئة وتدني الرواتب وظروف العمل غير الملائمة. وكان المدرسون المحتجون يطالبون بالإفراج عن زملائهم المسجونين ظلما. ونظم عمال شركة هفتبي لقصب السكر في مدينة شوش بمحافظة خوزستان في جنوب غرب إيران مسيرة يوم الأربعاء احتجاجا على شيكاتهم المتدنية للغاية التي يحددها المجلس الأعلى للعمل التابع للنظام. وظل هؤلاء العمال المضطهدون ينظمون مسيرات منذ فترة طويلة، بما في ذلك واحدة في 25 مارس وأخرى في 11 من مارس، احتجاجا على رفض مسؤول الشركة تلبية مطالبهم. وتعهد هؤلاء العمال بمواصلة احتجاجاتهم وتحديد موعد تجمعهم القادم يوم الخميس الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي. وهتف العمال المتظاهرون: أيها الإيرانيون الأحرار، اتحدوا اتحدوا، يفضل العمال الموت على العيش في المذلة، الموت للظالمين تحية للعمال. وتجمع المتقاعدون من هيئة الضمان الاجتماعي التابعة للنظام في مدينة شوشتر بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران الأربعاء احتجاجا على ارتفاع الأسعار والفقر والفساد والتضخم وسوء الأحوال المعيشية ورفض المسؤولين الاستجابة لمطالبهم. وردد العمال المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام، منها: المتقاعدون يفضلون الموت على العيش في المذلة، لن نستسلم حتى يتم الاعتراف بحقوقنا. واليوم أيضا في مدينة همدان غرب إيران أضرب سائق سيارة الركاب احتجاجا على الظروف الاقتصادية السيئة. وفي إشارة إلى الانخفاض غير المسبوق في قيمة العملة الإيرانية الرسمية، كتبت الإيكونوميست الأسبوعية: في فبراير هبطت عملة الريال إلى أدنى مستوى في تاريخها، حوالي 580 ألف ريال للدولار، لكن في الوقت نفسه يعتقد قادة الجمهورية الإسلامية أنهم بنوا اقتصادا مقاوما يمكنه تحمل العقوبات.